امبارح كان معايا المهندس عادل القيعي على التليفون بعد المباراه، يعني كنت انتوا في الاستاد، فقال لي برضو انه كل ما يفكر فيه الجمهور بالنسبه لتدعيم فريق الكوره في الموسم الجديد موضوع دايما في الحسبان عند الاداره طول الوقت. هل اداره الاهلي جاهزه لده للفتره الجايه؟ والله بص، خليني اقول ادام رئيس شركه الكوره قال كده يبقى اكيد الملف بيناقش بهذا يعني في الوقت. انطباع عند الناس مثلا ان في ازمات ماليه، انه في مثلا لا، عدم ما هو في ان في طبعا اكيد في ضغوط ماديه، طبعا لازم نستوعب في ضغوط ماديه احنا بنتحرك عليها، في موجوده الضغوط الماديه دي مش عندنا احنا بس، الضغوط الماديه دي موجوده في كل حتة. في كل حته، فمش هنطلع احنا النهارده نقول ما عندناش ضغوط ماديه. لا طبعا في طبعا ضغوط ماديه في كل حاجه، لان انت نسب التشغيل بتاعك كمنشات كافرع، انت عندك 4 افرع، تمام. ككميات نفسها من الالعاب انت بتدير 21 لاعب، كمان في حاجات كتير جدا زادت الحقيقه الاتحادات بتعملها ومش مدركه انه قد ايه الاعباء اللي موجوده على المؤسسات الرياضيه، وخصوصا ان انا المفروض الصفه الاولى للنادي الاهلي انه بيدعم منتخب مصر، يعني انا بدفع حاجه اسمها رسوم تنميه على العقود، ارقام ده مرعبه. في كل الألعاب دلوقتي مش في اه الكورة طبعا، بس. لا 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 لا، الكوره دي ده الكوره يمكن بقت منطقيه ومعقوله، تخيل بقى. لا إزاي بقى؟ ده يعني الباسكت في والدايره اتحادات؟ والهاندبول، طبعا طبعا ده ارقامه على الاجانب وعلى تبديل الاجنبي وعلى، يا نهار ابيض، ارقام طب في بالملايين مثال مثلا؟ بالملايين، كل الارقام يا فندم. ده انا جايب لك احصائيات. لا لا لا، ارقام غير طبيعيه غير طبيعيه. يعني في حضرتك تدينا مثال لو حبيت تعيد يعني لعيب انا لو حبيت في ابدل، الطايرة. بس ابدل لاعب اجنبي جبته وببدله بلاعب تاني، واخد بالك حضرتك، نتيجه اي ظروف تمام. بدفع لي مش اقل مثلا من 1,000,000 جنيه، انت متخيل؟ ياه، اه انت متخيل؟ للاتحاد اللعبة؟ اه في حاجات أمال ارقام اللعيب غير نفسه بياخد رهيبه. كام؟ لا، ما هو اللعيب بياخد بالدولار، ما دي برضه مشكله تانية، تمام، اللعيب بس بياخد كتير بالدولار بقى. طبعا طبعا، وتاخد نسبه من العقود وبتاخد نسبه والتصاريح، لا في طبعا قصص كتيره، طب يعني قصص وانتوا كتير. كأندية جماهيرية او حتى مش جماهيرية ليه ما بتجتمعوش وتقعدوا مع الاتحاد، او يعني لانه ده يعني واضح انه مشكلة يعني. احنا بنتحرك حتى اليومين دول على القصه بتاعت البث الفضائي بتاعت الاتحادات، لان احنا عندنا النادي الاهلي مثلا زي بقيه الانديه ما بناخدش اي ايرادات من البث الفضائي بتاع الباسكت ولا الطايره ولا الهاندبول يعني الاهلي لما بتذيع له ماتشات هاند بول او خالص فولي او خالص باسكت ما فيش خالص خالص اي خالص. دخل؟ ده انا عايز اقول لك ساعات بتمنع ان انا ازيع الماتشات، اه، وده كلام مش صح، عكس الكوره الحقيقه، تمام الكوره في بث فضائي بيتباع وده جزء من ايرادات المؤسسه طبعا. بس اللي الفضاء في بتقدر كل تشتغل العالم، عليه. في اه كل طبعا، العالم طبعا، ده فده عنصر، ده لا ركن ده اساسي اساسا في اه طبعا الايراد ده يعني. ده للاسف الالعاب الجماعيه، لا وطبعا دي معاناة كل الفرق، كل الأندية. كل الانديه بتعاني من ده، كل الانديه بتعاني من ده، واحنا الحقيقه يمكن الفتره اللي فاتت دي كنا قاعدين مع اكتر من نادي بنتكلم في حقوق الانديه كلها في الملفات دي. في بدايه الموسم كان في بما ان حضرتك دخلتنا في الصالات، وهرجع تاني لماتش بيراميدز قبل ما نختتم يعني اللقاء الجميل ده، كان في شويه كلام لعيبه مشيت، طايره بنات الطايره، ما اعرفش لعيبه فين يعني. وبعدين ثم بدا الموسم وفوجئنا ان الاهلي بيحصد تقريبا كل القاب العاب الصالات، حصل ده ازاي؟ لا احنا بنشتغل، احنا عندنا طبعا اداره نشاط رياضه رياضي جديده، عندنا لجنه من الحياه من كابتن محمود كان مختار الحياه، كنت انا والمهندس خالد مرتجي بننسق مع المهندس خالد العوضي، معانا مجموعه كمان من مجلس الاداره بتتحرك على ملفات كتيره في نفس الملف بتاع النشاط الرياضي، كل بيشتغل وبيجتهد. الفتره اللي فاتت دي الحمد لله ان احنا نجحنا نمره واحد ان احنا نعمل حاله استقرار داخل كل الالعاب الرياضيه بتاعتنا، يعني الحمد لله كل لعبتنا ماضيه لمده 4 سنين جايه، ده كان جزء مهم جدا الحقيقه، يعمل حاله من حالات استقرار طبعا الفريق، في تقييم لكل قطاعات الناشئين بالكامل، في دعم لكل الولاد المتميزه في قطاع الناشئين وبيتعمل لهم عقود كمان، وبيترتب الكلام ده كله برضو، وده شكل مهم جدا لمستقبل النادي الاهلي. كمان الاجهزه الفنيه اتعدلت اللوائح بتاعتها كلها، لائحه النشاط الرياضي اتعدلت بشكل اكثر ايجابيه، في نسبه اجباري لازم تبقى مشاركه من قطاع الناشئين مع الفيرست تيم في كل فرقه، وبالتالي اصبح لازم يبقى في فرصه للولاد الصغيرين في كل الفيرست تيم. ده نسبة إجباري الاتحادات عاملاها اه ولا احنا اللي عاملين النادي انتوا اللي الاهلي، الاهلي اللي عامل كده؟ كده مع النادي الاهلي، اه النادي الاهلي، اه في كل العاب الصالات لازم في نسبة من اه الناشئين تلعب في الفريق لازم الاول؟ نسبه من الناشئين تلعب الفريق، ياه، ده نسبة ولازم تاخد فرصه، لازم تاخد فرصه يعني ومحطوطه يلعب في الماتش.
ونسب المشاركه بتاعت اللعيبه يعني اتعملت بنسب معينه. مش المفروض بقى ان انا بعلن التفاصيل عشان ده جزء من النوهاو بتاع طبعا من النادي. عقودهم طبعا. لا مش العقود، ده ما كانش على العقود، انا بتكلم على نسب النوهاو بتاع طريقه تمام التركيبه دي اللي احنا تمام عملناها عشان نعمل التنشيط ده انت عشان الحقيقه. دي تتعمل حاجه صف داخليه تاني يبقى طبعا. الفريق طول الوقت احنا مش قوي. بنعمل صف تاني، احنا دلوقتي بنعمل صف تاني وثالث ورابع تمام في كل القطاعات بتاعت القطاع الناشئين الحمد لله رب العالمين. خلاف بقى ان احنا كمان نسقنا كمجلس اداره مع المشروع الاولمبي لاعداد البطل الاولمبي خلال الفتره الجايه، وبدانا نشتغل عليه من عمر 5 سنين، وده تمام بدانا ان احنا نطبقه الحقيقه. دي بالتعاون والبروجرام مع المشروع الاولمبي بتاع اللجنه الاولمبيه. لا المشروع الاولمبي الهولندي ده مشروع خاص بالنادي الاهلي لوحده، اوكي والنادي الاهلي نسق مع القطاع الاولمبي في هولندا تمام. مع السفاره الهولنديه وجبنا البرنامج دوت، وبيجي لنا وفد والاهلي اللي من بيتحمل هولندا. كل التكاليف دي؟ لا الناس كمان اللي بتتحمل التكاليف دي بنسب شراكه ما بين النادي الاهلي وما بين الناس في هولندا. الناس في هولندا. طب هم مستفيدين ايه؟ هو مستفيد الانتشار لانه بيشتغل على مشروع اكاديميات كبير، تمام بيحدد منه مين الولاد اللي ممكن تلعب في الالعاب الفرديه ومين اللي يلعب في الالعاب الجماعيه، مين المتميزين في الالعاب، بيعمل لك الاختبارات كلها، فهو بياخد جزء من ايرادات الاكاديميه تمام والجزء الاكبر بتاخده انت. يعني وهو مثلا بيحط ليكن البرامج التدريبية وبيتابعها وبيعمل حاجه وبيختبر اللعيبه وبيجي ينفذ طب على الارض ده ويشتغل. كلام جديد، ده كلام قوي ما جدا. هو النادي الاهلي الفتره اللي فاتت الحقيقه في تركيز عالي في كل طب والكلام ده بيتقالش القطاعات. ليه؟ ده كلام مهم. لا ده اعلن، ده الكابتن محمود نفسه اللي اعلن المؤتمر وهو اللي مضى لا انا الخطوط. فاهم، لكن اقصد التفاصيل الناتج بتاع الموضوع ده، لان حضرتك كده لا بتأهل. اتشرحت في المؤتمر طبعا، اتشرحت في المؤتمر انت بتفاصيلها، كده بس الاهلي طبعا بيأهل ابطال اولمبيين لمصر. دي حقيقه، دي حقيقه. عندنا من ضمن البرنامج بتاع عائله الاهلي عندنا مشروع البطل الاولمبي اللي احنا شغالين عليه، ومن ضمنه بنشتغل على ملفات من سن ده انت خمس كده شغال سنين حضرتك للدوره الاولمبيه 2034 مثلا. المفروض ان احنا بنتحرك على تقف ان احنا نخدم منتخبات مصر بشكل طيب جدا. يعني حتى طب ده هايل. الكاميرات هم اللي بيوفروها، حتى القطاع السباحه بتيجي كاميرات بتركب تحت المية، والحاجات دي كلها بيبتدي يتعمل لها اختبارات للولاد عشان يشوف البرفورمانس وتأدية الحركة نفسها، وازاي تعمل مرونة او سهولة او يسر او اعادة ترتيب الحركة لنفس اللاعب بشكل معين، الجري النط الجامب كل الكلام ده كله بيبتدي يتعدل. تمام. وفي أجهزة دلوقتي بتساعد على ده؟ طبعا طبعا أجهزة كل ده قياس موجود في النادي الاهلي، كل ده موجود في النادي الاهلي. تمام.